قولي لي يا يسرى، انتوا ايه المفروض البطولات كمان اللي عندكم السيزون ده؟ يعني انتوا بتبقوا بتلعبوا البطولة العربية والدوري، والحمد لله فزتوا بالاتنين. عندكم بطولات ايه تاني؟ هو حاليا بالنسبة للنادي الموسم خلص، اوكي. بيبقى عندنا ساعات أندية أفريقية بس احنا ما رحناهاش السنة دي لأن هي جت قبل الدورة التانية مثلا بيومين، فكانت هتبقى صعبة جدا عشان نبقى مركزين أكتر في الدوري. وبعدين احنا اوريدي خدنا لقب الأندية العربية، فكانت بالنسبة لنا يعني احنا خدنا كده اللقبين الحمد لله. المفروض ان الأندية العربية الجاية بتاعة الموسم الجاي هتبقى في شهر 9، ده يعني الكلام اللي متقال لحد دلوقتي، فبس دي هتبقى بتاعة الموسم الجاي. الجديد. وبعدها بقى بنبدأ المجموعتين زي ما مريم قالت، سوري، ال5 مجاميع بياخدوا برضو كروسات، وبعدين احنا بنلعبها الدورة مجمعة، بتبقى في شهر 3 4 5 في الحتة دي. الدورة بتبقى 4 5 أيام، ال8 فرق بيلعبوا بعض مرة، وبعدين مثلا بعد شهر أو حاجة نفس ال8 فرق يلعبوا بعض مرة تانية ده اللي هي ال الدورة المجمعة اوكي. الدوري. لو نفس البطل بتاع الاتنين خلاص، لكن لو مثلا احنا خدنا الدورة الأولى وحد تاني خد الدورة التانية بيبقى في ماتش فيصل في الآخر، بس احنا ما اضطرناش نلعبه عشان احنا خدنا الدورتين خدتوا دورتين. طب بالظبط. ده ما شاء الله، يعني انجاز محترم. ما عندكوش هي دي البطولات اللي عندكم؟ يعني مثلا ما عندكوش كاس مصر والحاجات دي؟ كاس مصر اتلعب مثلا مرتين في حياتنا، بس هو مش حاجه ثابته بتتحط في الجدول، ليه بقى؟ مش عارفه يعني هم اصل عملوه. بطولة كلنا عارفين كانت يعني. بس بتهيألي يمكن اخر مره اتعملت كانت من 4 سنين، يعني لو انا فاكره يعني كانت من زمان. ومش فاكره اتلعبت مره ولا مرتين حتى. الثوابت دايما هي انديه عربيه ودوري، انديه افريقيه ساعات ساعات.